صغيرة الحجم كبيرة في وظائفها. الغدة الدرقية هي عبارة عن غدة صغيرة تشبه الفراشة من حيث الشكل، وهي من الغدد الصماء، تقع في منتصف الجزء السفلي من الرقبة، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في تنظيم عملية استقلاب الجسم، أي المعدل الذي تؤدي فيه الخلايا الواجبات الأساسية والتي لها أهمية كبيرة في التمثيل الغذائي للجسم. وفي سياق متصل، تتعرض الغدة الدرقية إلى العديد من العوارض والمشاكل الطبية المتعلقة بفرط نشاط الغدة أو نقص نشاطها، كما يمكن أن تؤدي بعض أمراض الغدة الدرقية إلى حدوث تضخم في حجمها. ويعتبر خمول أو قصور الغدة من أكثر أمراض الغدة الدرقية شيوعاً بين فئات المجتمع. هذا وتشير المصادر الطبية إن معظم الحالات المتعلقة بأمراض الغدة الدرقية تحدث نتيجة اضطرابات المناعة الذاتية للجسم، ويلجأ أطباء الاختصاص إلى وصف بعض الأدوية أو الذهاب نحو إجراء بعض العمليات الجراحية وبحسب الحالة الصحية للشخص المصاب. كما يشدد الأطباء على ضرورة تحري فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية وتقصي أسبابها حتى يمكن علاجها بشكل فعال قبل تفاقم الحالة الصحية للمريض. لبرنامج اسأل طبيبك أمجد الكبيسي.